لماذا اختاروا إصدار بيان الآن وتوجهوا إلى التصعيد بهذا الشكل؟ ليش يريدون أن ينقلون الأمر إلى بيانات وصراعات مباشرة؟ وين المصلحة؟ يعني هي ممكن للضغط رد فعل على الضربة. يعني نذكر أن وزارة الدفاع الإسرائيلية علنت أنها وجهت الضربات لمواقع استراتيجية وعملياتية في سوريا تابعة لإيران والحرس والميليشيات المتحالفة مع إيران لأكثر من 50 موقع في العام 2020. وأيضا في هذا العام هناك ضربات مستمرة لمواقع استراتيجية لحزب الله، للكتائب المسلحة، للميليشيات، للحرس الثوري، وحتى للمواقع العسكرية السورية اللي تحظى بدعم لوجستي أو وجود خبراء أو جنرالات من إيران في هذه القواعد. لكن نلاحظ دائما التهديدات لهذه الكتائب أو الميليشيات أو حتى إيران هي تهديدات لا ترقى إلى الفعل الجدي. يعني أولا ما يتعلق بمشاركة الأمريكان بالضربة أو قاعدة التنف أو غيرها، القيادة الأمريكية لم تعلن أنها شاركت أو القاعدة شاركت بدعم أو غيرها أو بأي شكل من الأشكال في توجيه هذه الضربة. وإسرائيل أعتقد لا تحتاج أصلا للذهاب هذه الجولة حول الأردن وبعدين التنف، ومن التنف للتدمر أو التيفور أو غيرها. إسرائيل مباشرة، يعني هناك حدود كبيرة بين إسرائيل وبين سوريا، وممكن تدخل من أي نقطة تعتقدها مهمة للوصول للهدف المستهدف في الضربات الإسرائيلية، ويشكل بالتأكيد تهديد لأمن إسرائيل من وجهة نظر إسرائيلية. طبعا أنا يعني هذا البيان أقلل من أهميته، لأن يعني حتى لو نفترض جدلا ذهبت هذه الكتائب المسلحة وقصفت قاعدة التنف، ما هناك أيضا قبب صاروخية للدفاع الذاتي، صواريخ مضادة للصواريخ، إضافة للطائرات الأمريكية أو غيرها والقدرات التسليحية. يعني هي قاعدة غير عادية، التنف تشكل قاعدة محورية بين الأردن وسوريا والعراق في منطقة مفصلية تماما. أيضا بالنسبة لإسرائيل، أيضا يعني شفنا الضربات القديمة اللي حاولت توجهها هذه الكتائب إلى إسرائيل في الجولان أو غيرها، أكثرها يعني ضربات يتم احتوائها عبر الصواريخ المضادة للصواريخ أو عبر الوسائل العسكرية أو الاستخباراتية أو الوقائية. أشك في أن هذه الكتائب تستطيع أن تقوم بعمل استراتيجي ضد إسرائيل، لأن بالتأكيد هذا معناه سيفتح أو سينقل المنطقة إلى حرب شاملة مع إسرائيل، ولا أعتقد أن إيران وحلفائها بصدد الذهاب إلى حرب شاملة مع إسرائيل، لأن هذا يعني حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية.